يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا بعدما حقق الفارس الأبيض فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في إطار لقاءات الجولة 22 من الدوري. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا: يلتقي الزمالك في 9 مساء الثلاثاء المقبل مع فريق سيراميكا الموافق 28 يونيو، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولية، حيث يحتل نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا. في المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر في 6 مباريات، وأحرز لاعبوها 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا: تنقل قناة اون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.